علاش برلين كيجيني مثير؟ هذا السؤال ديال واحد الصديقه ماشي ديالي، نتفليكس ما ناقصهاش، سولتني جاوبتها باللي اولا ما عرفتش، ثانيا السيد عنده كاريزما ديال الملامح من عند الله، ربح في القرعه الجينيه، ما يحتاج يهضر، ما يحتاج يقول شي حاجه ذكيه غير يلبس الكوستيم ديالو ويوقف هكا. صافي الصديقه قالت لي لا، انا اللي عارف الجواب، وعطاتني تفسير، واحد تفسير حصل البنات ما بقاوش كيحشموا، ونتفليكس قالت لهم ما تعرفوش. بغيتو برلين؟ برلين بغيتو بواحد الدوز، ها بواحد الدوز، عجبك بواحد الدوز، دوز. جوج حاجات خلات هاد القوم رب العالمين كله يتبع لا كاسا دي بابيل. الحاجه الاولى هي المتعه ديال الاكشن والتخطيط والعاب الذكاء كومبليتامينتي هرميتيكا. بالنسبه للمشاهدين الواعرين تهدنوا، راه كاين هاد بريكنج باد واحد، دارك نايت واحد، سيروا بقاو تعاودوا فيهم الا ما عجبكمش الجديد. حنا بغينا شويه ديال طرارارارا الخاوي. المسلسل من الاول مقدم راسو انه مسلسل خاوي، ما ناوي يقدم حتى اضافه للحياه الفلسفيه ديال الشادو اللي في نفسيتك، اللي مستمتع بالمقاومه والتمرد والسرقه والعنف، ما بغاش يحللو، بغا يخدمو عليك باش يخرج لك منتوج اللي ينفس على الشادو ديالك ويمتعك. ماشي كاع الاعمال مفروض تكون عميقه، ولكن كاع الاعمال مفروض تكون ممتعه. هذا ما بين امتع الانتاجات في الجونغ ديالو. والحاجه الثانيه هي برلين والبروفيسور ونيروبي وهلسنكي وكاع الشخصيات. العنصر المهم باش تتبع قصه طويله هو هي التعاطف مع الشخصيه. اهم عنصر من هذه العناصر هي التعاطف مع الشخصيه. كنشوفوا مجرمين اللي عطاهم انسانيه، ماشي غير طاحوا من السماء هكاك مجرمين خلقهم الله. ودوك اللحظات بين الشخصيات هي اللي دايره الفرق بينه وبين افلام اخرى ديال السرقه والسطو المسلح. المسلسل وخصوصا هذا الجزء الرابع داير على الطبيعه البشريه اكثر من الاقتصاد ولا المقاومه ولا فساد الانظمه، اللي حتى هي مواضيع طرق ليها، ولكن كان كيحاول يركز على الجانب الشخصي شويه اكثر. حتى الجانب الاقتصادي كان حوار واحد بين البروفيسور وراكيل في جوج دقائق، فين هضر معاها على ضخ السيوله، كيطبع اوراق جداد ودوك الفلوس كيمشيو لجيوب الاغنياء. البروفيسور هاد المره بغى يطبع ويضخ السيوله في الاقتصاد الحقيقي. السيناريو ما بغاش يدخل فيها بزاف ولا يتعمق فيها. ستيل فيه تشابه مع الروح ديال ديث نوت والعاب الذكاء اللي كتخليك تنتعش وكتطلع فيك السابيوفيليا. ولكن في هذا الجزء خفاف هذا الجانب شويه وتعطات مساحه اكثر للجانب الشخصي. علاش فلان داير هكا وعلاش فلان ولا بحال هكا، هادشي كله بفلاش باكات متقونه، كتكون الروينه نايضه، كيجي فلاش باك باش يهبط الريتم ويهدي الاوضاع بلحظات عاطفيه ولا شويه ديال الكوميديا باش تلتقط انفاسك شويه قبل ما ترجع للقرطاس. عاوتاني كتزيد التوتر والترقب عندك، لان باغي غير امتى يسالي داك الفلاش باك باش ترجع تشوف اش وقع، وفي نفس الوقت عارف بلي داك الفلاش باك مهم ما خصكش تفوته، حيت فيه تفاصيل كتزيد تقربك من الشخصيه اللي عندها مشكل دابا وسط العمليه، باش ملي ترجع للقرطاس وتفرقيع كتزيد تفهم مالها وكتزيد تعاطف مع الموقف اللي هي فيه دابا. او كيكون فلاش باك اللي كيشبع الفضول ديالك على كيفاش خططوا لشي حاجه مثلا، والدراما كتاخذ فرصه فين تناقش شي موضوع اجتماعي بحال العائله ولا الحب ولا شي فلسفه. حتى ملي بان غاندي يقطعوا ورجعوا بشويه ورونا الخلفيه ديالو، فهمنا مزيان الموتيفاسيون ديالو وزدنا تخلعنا منه. الجزء الرابع بدا بزاف المشاكل اللي سالا بهم الجزء الثالث واللي خلاوني في سسبنس كبير. انا كنت كنتسنى الرابع. البروفيسور في اضعف حالاته وتركيزه مشتت بزاف، اضطروا يخدموا العنف، وهذا الشيء ضعف الموقف ديالهم قدام الدعم الشعبي ديال الناس، وعضو من الاعضاء تشدوا غادي يستجوبوا. ومشاكل جديده في الجزء الرابع اللي بدات من الداخل من عندهم من وسط العمليه، ولاو كل واحد باغي يدير اللي في راسه. ما فهمتش انا علاش هاد المشاكل كلها، علاش ما كيسمعوش الهضره وكل واحد يدخل سوق راسو وكل واحد يدافع خدمته؟ ايوا حيت الا كلشي سمع الهضره وكلشي دخل سوق راسو ما غيبقاوش عندنا صراعات. غتولي تفرج في ناس عندهم خطه واعره دخلوا سرقوا وخرجوا. واو اين الاثاره؟ عندهم خطه واعره وسادين على ريوسهم ومسلحين، ما عندهمش بزاف الاعداء اللي تقدر تلعب بهم من غير ريوسهم والمشاكل العقليه ديالهم، باش تزيد بالحبكه
للقدام. لو كان مثلا ما كانش باليرمو وريو ما كناش غنشوفوا شخصيه بحال غانديا اللي استمتعت به بزاف. وحيت البروف خدام معنا الصعاب هما احسن الناس في المجالات ديالهم، ولكن عندهم ما يكفي من الجنون باش يدخلوا في عمليه بحال هذه. اذا راه البروفيسور من الاول عارفهم مقطع لورا، زوين انه دارس الخطه ودارس حتى شخصياتهم وموجد لهم. وهذه حاجه عجبتني بزاف ان الخطه داخل فيها حتى العنصر البشري، حتى هذاك اللي غيتلاقاو معاه وسط الخدمه دارسين الخلفيه ديالو ودارسين عقليته وعارفين كيفاش يتعاملوا معاه. No va a acceder. Toda su biografía dice tengo principios. No voy a entrar. الجزء الرابع والثالث في هذه العمليه الثانيه ولا عندهم بزاف ديال الفلوس اللي يقدروا يوفروا بهم امكانيات خياليه ويديروا بهم حوايج كبار ويحلوا بهم مشاكل كبيره. عجبني كيفاش السيناريو ما كيحشمش يدير حاجات كبيره بالفلوس. الحوايج اللي كيشريو من السوق السوداء كتقول واو واش كاين شي عالم بحال هكا، كاين واحد الخط رقيق بين الواقع والخيال زوين من اللي كيلعبوا به. كاين تنويع زوين في الوقت، مره قبل 5 سنين، مره قبل 45 دقيقه، مره قبل 5 دقائق اللي كانت كتعاود كتسالي كتعاود ترجع كيوريوك نفس 5 دقائق من زاويه اخرى. وهذه فكرتني بواحد فيلم سميتو فانتاج بوينت، كان مثل فيه التغماوي. فيلم زوين. كاين بزاف ديال العنف والدم، عنف ديال بصح. عجبني كيفاش الاخراج ما كيحشمش من العنف بالتفاصيل ديالو. شوف التفاصيل، الوسخ في الضفار حيت كانت في الغابه السيزون فايت. عجبني الفولس هوب، امل زائف اللي عطاونا مع واحد اللعيبه بقاو جارين مع مشات. واو. ارتورو كان كرهو ممثل واعر، درجة الكره اللي وصل الناس تنافس سكايلر، تنافس جوفري. بينما أليسيا ما عجبتنيش الشخصية كاملة، جاتني كليشي، ما كيعجبنيش بزاف الحركات السايكوباتية بهذيك الطريقة. واخا هكاك الشخصية فيها شي حاجة جديدة، فيها تناقض ديال أنها مسطية وما عندهاش الرحمة وفي نفس الوقت حاملة، وهذه حاجة كتعيف، كتقول شكون اللي قرب لهذه. ولكن بدات كتعجبني شوية في الجزء الرابع ملي حاولوا يقربونا من شخصيتها شوية، خصوصا علاقتها مع النظام كيفاش ولات في الأخر وشنو دارت، ومع التيوري ديال شكون هي بالضبط وشنو علاقتها مع هذه. اجي واش هذا مشى لدزاير العشيه ورجع بالليل؟ اسفي الا بغيتي تمشي لها خاصك 4 السوايع في التران. ما عجبنيش الحوار بين الجوج وما كيقلبوا على واحد اللي معول يصفي عليهم كاملين. انا فاهم بلي ما كاينش وقت اخر فين تزيد بهذاك الخط الدرامي للقدام، ولكن لا عاوتاني ماشي للدرجه ديال الميوعه. حيت ضروري نتفليكس يتمازح معنا شويه، شخصيه مانيلا مخشيه بزز ما قدمات حتى شي اضافه، مع اضافات هنا وهناك، مع واحد اللمسه ديال تارانتينو. كاين نقاش على الفيمينيزم والذكوريه، ومشي نقاش كاع غير المهم قفشات. ما بانش لي السيناريو كيحاول يفورسي رايه في الموضوع، عاطي المساحه لكل شخصيه تعبر على رايها. كاين وجود كبير وقوه للعنصر النسوي، عاطيهم مناصب قياديه كبيره، ومبين شويه ديال العنف المنزلي وشويه ديال التحرش وشويه ديال التسلط على المراه. كيبان بحال منحاز للفيمينيزم شويه، ولكن في نفس الوقت مبين نقاط الضعف ديالهم. طوكيو مثلا كتبغي دير فيها قاعده، ولكن شحال من مره تخربقوا هرموناتها وكانت تخرج على الزمر كامل. وحتى نايروبي اللي رومبو اقوى كاركتر بعض المرات كيغلب على راسه وكتولي تدور في عينها بواحد السذاجه. اوراكل فاش ديكونسونترات البروفيسور، وشخصيات اخرين كيعبروا على ذكوريتهم بكل وضوح. برلين، باليرمو فاش قال لهم هادشي عندكم تخربيق اصلا، والبروفيسور اللي قال لراكيل بلا ما تبقاي تفهمي عليا انا راه ربحتك في هادشي شحال هادي. كانت الاحداث تنحاز للفيمينيزم شويه، ولكن ماشي بطريقه انتقاميه ولا حقوده على حسب ما بان ليا. امبيزا الماترياركال. بالنسبه لبرلين غنحاول نهضر بالزربه بطريقه لا تزعج المشاهد الكريم. على حسب ما بان ليا برلين ايدونيست حتى هو ومحب للحياه، دونك ربما كانت تجربه قبل ما يموت، هو عارف راسو غيموت ديك الساعه، ولا اجراء وداع مع صاحبه اللي عزيز عليه بزاف وعلاقته معقده شويه. يعني هو بالضبط على حسب البيرسوناج كيفاش مكومبوزي، ماشي بالضروره نحطوه في الخانه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. كاين شي ناس اعقد من هكا شويه، خصوصا مع داك مستوى الذكاء وفهم الطبيعه البشريه اللي عند واحد بحال برلين. نقطه سال الموضوع هنا، وما تنساوش انا غير كنفسر لكم. دونت كيل ذا ميسنجر. كيرو مارتين ايو سميو ميو. مازال كاين جزء خامس على ما يبدو، وانا ما عنديش مشكل حيت في نهايه كل جزء كيكون واحد الانتصار صغير اللي كيساتيسفيني كمشاهد من بعد ما كنكون توترت طيلة الحلقات اللي قبل. يعني كاين واحد البي اوف، واحد المكافاه، زائد مشكله او كليف هانجر اندين اللي كيخليك ترقب الجزء الجاي. مزيان ماشي بالضروري تسالي القصه. ما عنديش مشكله مع التمطيط طالما الحلقات لبات الحاجه ديالي، يعني شارجاتني حتى الاخر واخواتني.
على ما نتسنى الجزء الجاي يشارجيني ويخويني تاهو. ما عنديش مشكل مع التمطيط والحلب ديال شي حاجه اللي مازال ناجحه ومازال جايبه فلوس ومازال الناس كيبغيو الشخصيات بزاف، دونك علاش لا، بقاو زيدونا تيطلع في الراس، خصوصا انه مازال كاين ترابط قوي في الاحداث. زعما ما تنساوش ان الجزء الثالث والرابع كتبوا على اساس الاجزاء اللي قبل منه، يعني ما كانوش معولين عليه ربما في الاول، ولكن فاش كتبوه عمروا التقابي مزيان وفكوا المسائل. كاين مجهود كبير باش مينيميزاو الثغرات بزاف والبلوت هولز. المسلسل واخا سوريالي شوية، كنشوفو لوحة فنية سوريالية جميلة، كاين جمال في الصورة، كاين جمال في الصوت، حتى السينماتوغرافي فيها مجهود كبير للإبداع والتجديد في كل سنة. إذا لاحظتوا كل مشهد عنده شكل جديد وزوايا مختلفة وموفمون ديال الكاميرا مختلف، ولا كلاس ديال هاد الناس، وحتى الطريقة باش كيوصفوا الخطة زوينة بزاف، يعني هي خطة إجرامية ولكن كيوصفوها بشاعرية وبرقة وبلغة راقية. كاش لوباش بغيت كتكون تعمل بيها. واخيرا حاولوا دائما الترخاو وتستمتعوا الفراجه، هي سميتها الانترتينمنت اندستري، صناعه الترفيه ماشي صناعه العلوم، دونك ماشي دائما تاناليزيو كل شيء، سمحوا لراسكم باش تستمتعوا وتابوناو، خليونا حنا ناناليزيو على قبلكم.